آية اليوم آية عظيمة، آية جليلة، جمعت لنا أوجه البر والخير، تأخذ بيد صاحبها للسعادة الدنيوية والأخروية. قال عنها الإمام القرطبي رحمه الله: هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام. وقال عنها الإمام الثوري رحمه الله: من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام وأخذ بمجامع الخير. وقال عنها الإمام ابن تيمية رحمه الله: هذه الآية عظيمة وجليلة القدر، من أعظم آي القرآن وأجمعه لأمر الدين. والخلاصة من كل هذا أن هذه الآية الكريمة آية لخصت الدين كله، جمعت لنا العقائد والعبادات والأخلاق. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لم يكن أمر تحويل القبلة بالأمر الهين على المسلمين، وحدث بلبلة شديدة، وصار لكل ملة قبلة خاصة. فتوجه المسلمون إلى الكعبة المكرمة، واليهود إلى بيت المقدس، والنصارى إلى جهة المشرق. وقال السفهاء: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأراد الله عز وجل أن يبين لنا أن البر كله ليس فقط في تحويل القبلة، وأن البر ليس في التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب. فاستقبال القبلة في حد ذاته ليس مقصد، ولكنه وسيلة للصلاة. والبر اسم جامع لكل أوجه الخير والطاعة لله ورسوله. ومن تمام الإيمان أن نأتي بالبر كله وليس بعضه. وأصل كلمة بر من البر الواسع الممتد. فإن كان ذاك ليس هو البر الخالص وليس البر كله، فما هو البر كله؟ تلك هي الإجابة. ذاك هو البر كله، بر في العقائد، وبر في العبادات، وبر في الأخلاق. فلهذا الكون إله واحد، هو الله عز وجل، موصوف بالكمال ومنزه عن كل نقصان. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والإيمان بالله هو قمة الإيمان بالغيب، ويترتب عليه كل إيمان. والله عز وجل متفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فإن آمنا بالله وجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا به، فنؤمن أنه بعد الموت هناك يوم للحساب والجزاء، هو اليوم الآخر، ونصدق بالبعث والحساب والثواب والعقاب، ونؤمن أيضا بالصراط والجنة والنار، ونؤمن أيضا بالملائكة الموصوفون لنا في القرآن والسنة. ومن لم يؤمن بالملائكة فقد أنكر الوحي والنبوة. والملائكة مخلوقات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولماذا قدم الله عز وجل الإيمان بالملائكة على الإيمان بالكتاب والنبيين؟ وذلك لأن الملائكة خلقوا أولا، ثم كان الوحي إلى الأنبياء والمرسلين. ووجب علينا الإيمان بجميع الملائكة، من علمنا منهم ومن لم نعلم. والكتاب، وهو اسم جنس لكل كتاب منزل من عند الله، وعلى قمتها القرآن الكريم. ونؤمن بأن الأيدي البشرية قد طالت جميع الكتب السماوية المنزلة بالتحريف والتبديل والتغيير ما عدا القرآن الكريم. ولذلك جاء القرآن الكريم مهيمنا وناسخا لكل الكتب السماوية السابقة. وأن الله عز وجل ما فرط في القرآن الكريم من شيء.
والنبيين بدءا من آدم عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. اصطفاهم الله عز وجل لهداية الناس، ومن أنكر نبوة نبي واحد خرج من دائرة الإيمان. ولماذا نعمل؟ ألا يكفينا الإيمان بالقلب واللسان؟ ألسنا نؤمن جميعا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين؟ فلماذا نعمل؟ ده يرجع لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمؤمنون ليسوا سواسية، بل يتفاوتون في الأعمال والطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة. فلماذا نقبل بالدرجات الدنيا من الجنة؟ لماذا لا نجتهد ونعمل لنصل للفردوس الأعلى؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فنعطي المال عن طيب خاطر للأقارب، لأنهم أولى بالمعروف والإحسان، ولأن في ذلك صلة للرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. واليتامى واليتيم هو كل من فقد أباه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى باليتيم الذي لا كاسب له وليس له قوة يستغني بها عن الآخرين. وهنيئا لكافل اليتيم، فهو والنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. والمساكين وهم كل من أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر، ولهم حق على الأغنياء، وغالبا ما يتعففون ويفضلون القليل عن إراقة وجوههم بالسؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنيا يغنيه، ولا يفطن فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. فهم قوم لا يسألون الناس إلحافا، وتحسبهم أغنياء من التعفف. وابن السبيل وهو الغريب والضيف المنقطع عن بلده. فابن السبيل ما هو إلا غريب الدار، ليس له صديق، أقصى همه كيف يكمل الطريق. كله طوق نجاتي يتعلق به الرجل الغريق. والسائلين وهو كل من يسأل حاجة من الحوائج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي 3، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. وفي الرقاب وله أوجه كثيرة، فيعتق عبده من الرق، أو يشتري عبدا ثم يعتقه من الرق، كما فعل سيدنا أبو بكر الصديق مع سيدنا بلال رضي الله عنهما. وهناك من يكاتب عبده على مبلغ من المال، فإن أداه فهو حر. وهناك أيضا فداء الأسرى من أيدي الكفار والظلمة. وتمتلئ السجون بالغارمين من الآباء والأمهات العاجزين عن سداد الدين الواجب السداد فيحبسوا. ولا يخفى علينا جميعا عواقب ذلك من هدم الأسر وتشريد الأبناء، فهلموا جميعا لإخراج الغارمين من السجون وسداد ديونهم. والترتيب في الإنفاق وفقا للأولوية، فبدأ بذي القربى أولا لقرابتهم، وثانيا لحاجتهم، ثم اليتيم لأنه منقطع الحيلة تماما فلا كاسب له ولا يملك القوة ليغني نفسه، ثم المساكين للحاجة الشديدة، ثم ابن السبيل لانقطاعه عن الوطن، ثم السائلين لأن منهم الصادق ومنهم الكاذب، وأخيرا في الرقاب لأن لهم أرباب يعولونهم. وبعد أن نفرغ من الأعمال المتعلقة بالغير، نأتي للأعمال المتعلقة بالنفس، الأعمال البدنية والأعمال المالية. وأقام الصلاة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، فيؤديها في وقتها وتكون مستوفية للأركان والشروط والسنن، وتكون بخشوع. وآتى الزكاة عند مرور الحول وبلوغ نصاب الزكاة وأدائها لمستحقيها. وفي القرآن الكريم دائما ما تقترن الصلاة بالزكاة، لأنها عنوان لطاعة الله. جزاكم الله خيرا. ليس البر في التوجه إلى المشرق أو إلى المغرب، ولكن البر مزيج من الإيمان والأعمال والأخلاق. فجاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليتمم لنا مكارم الأخلاق، ومدحه الله عز وجل وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا تتعجب
إن علمت أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا مع الله ومع العباد. وإياك والتشبه بالمنافقين في أخلاقهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وما من أمة ونقضت العهد إلا ونزل بها العقاب الإلهي، ولا وفاء بالعهد في تحليل حرام أو تحريم حلال. والصابرين في البأساء والضراء طمعا في ثواب الله وعظيم أجره، فيصبرون في حال الفقر والبؤس، ويصبرون في حال المرض والأسقام. وبالصبر على الابتلاء تغفر الذنوب وترفع الدرجات. واصبر قليلا فإن بعد العسر تيسير وتدبير وحسن تقدير. وحين البأس، حين يلتقي الجمعان للقتال، وهو أشد أنواع الصبر على النفس. حين يرى الإنسان الموت وهو يحلق فوق الأعناق ويتخطف الرجال، فإما أن يصبر أو تخور قواه ويلوذ بالفرار. فمن اجتمعت فيه تلك الخصال الكريمة فهنيئا له، فهو من الأبرار. أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأعمالهم وأخلاقهم، وأولئك الذين صدقوا مع الله ومع أنفسهم ومع الناس. وأولئك اسم إشارة للبعيد لعلو المكانة وارتفاع المنزلة. وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور. وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا الله وجعلوا بينهم وبين النار وقاية. ومن أراد النجاة في هذه الحياة فعليه بتلك الآية. جزاكم الله خيرا.